أصدقائي، اليوم لن نستخدم أي شيء، سوف نغني ونستخدم فقط أصابعنا. هل تعلمون أغنية مطر مطر مطر؟ هذه الأغنية للشاعر سليمان العيسى، وهي شعر. سوف نستخدمها وسنستخدم أصابعنا. سنتخيل أن حبات المطر تتساقط علينا وتتساقط على وجوهنا، وسوف نستخدم أصابعنا لنلمس وجوهنا ونتخيل أنها حبات المطر تهطل علينا. هيا بنا. مطر 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 بالنعمة انهمر بالعشب والشجر، تهللي يا أرضنا الخضراء واستقبلي هدية السماء. مطر مطر مطر. هل تشعرون بحبات المطر على وجوهكم؟ هيا بنا سوف نعيدها. استخدموا أصابعكم وسوف نتخيل المطر يهطل علينا. مطر 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 بالنعمة انهمر بالعشب والشجر، تهللي يا أرضنا الخضراء واستقبلي هدية السماء. مطر مطر مطر. سوف نعيدها ولكن هذه المرة بسرعة. إنه موسم الأمطار، نتخيل أن المطر يهطل كثيرا. مطر 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 بالنعمة انهمر بالعشب والشجر، تهللي يا أرضنا الخضراء واستقبلي هدية السماء. مطر مطر مطر. أرجو يا أصدقائي أن تكونوا خارجا عندما تمطر وتشعرون بحبات المطر على وجوهكم. شكرا لكم، أراكم قريبا. مع السلامة.